سؤال: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عظيم عظيم حكيم. هلأ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. هون العلماء فسروا أنه تقطع يد السارق وبعدين هو خير يتوب أو لا. طب بعد لا 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 بالضبط، يعني ما أنا قرأت اسمع 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 لا 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 على هذا الكلام. طب إنه هو بركي تاب، ممكن يكون تاب، ليش يساوي شخص فرق 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 اسمع. الله يصبر زوجك، قولي أمين. فرق بين أن يتوب لما نقدر عليه وفرق يتوب قبل ما نقدر عليه. أوكي. فرق ليه؟ لأنه هنا تاب لأنه قبض علي وحكم على العقوبة، فأنا تائب، ولا تصبح الأمر سبهللة. فرق حتى قاطع الطريق قبل أن تقدروا عليه. فرق بين قاطع الطريق تاب قبل ما تمسك الدولة، وقاطع الطريق تاب لما مسكت الدولة. علمتي؟ تمام. إذا وصل تمام. الحد، إذا وصلت العقوبة للقيادة والقضاء، لا مجال للتوبة. لكن لو تاب لو تاب انتهى. خلاص تاب. علمتي؟ فلو سارق سرق وتاب نقول له ارجع حقوق الناس وكفى الله المؤمنين القتال. فأنت الله عز وجل هنا يتكلم عن من تاب قبل أن نقدر عليه ويقبض أمره. وليس كل واحد يسرق ترى يقطع يده. بسألك سؤال، اللي يسرق قلم، قلم واحد سرق قلم، هل نقطع يده؟ يوجد نصاب للسرقة. علمتي؟ فأنت الناس لا طبعا. الناس ما أعرف كيف تفكر. علمتي؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، لماذا الله عز وجل شرع التوبة قبل أن نقدر عليه إذا كان هناك حد من حدود الله؟ لماذا؟ حتفتح باب التوبة، إنه في أمل قبل ما نمسكك. وفي المقابل لماذا الله عز وجل إذا مسكناه ما في توبة إلا بإيقاع العقوبة عليه؟ حتى ما كل ما نمسك حد يقول أنا تبت. تمام. لكن يوجد أمر واحد ما نملك له خيار، إذا تاب نتوب عليه. تمام. مثل طيب مثل تمام. واحد اسمع، واحد كل العقوب مثلا واحد وقع في الزنا شهدوا عليه أربعة، ما يقول أنا توب، لا إحنا مسكناك وفي شهود. لكن واحد زنى وقال بتوب، نقول لا تسلم نفسك، خلاص توب واستر على نفسك، صح؟ لكن في واحد لو فعل أمرا ومسكناه ثم تاب وإحنا ماسكينه، خلاص مسكناه، ما نقدر نسوي شيء، نقول تاب الله عليك. خليه لغز هذا. بمعنى أشرح لك الحدود في الإسلام ذكرها الله عز وجل. مثلا واحد شرب خمر، شرب خمر، رأى شهود حكموا عليه، قال أنا يا شيخ تبت، ما يصلح، تعال حبيبي، يجلدونه، صح؟ واحد مثلا سرق، مسكناه يسرق ذاب، تعال احنا مسكناك سارق، لا لا انا بتوب، لا يا حبيبي تعال. لكن كل العقوبات الحدود اذا مسكناهم في الجرم ما مجال للتوبه، الا بعد العقوبه توب انت حر. زنا، اللواط، اي شيء، لكن في عقوبه اذا حتى مسكنا الانسان، مسكناه فيها، قال انا تبت، انا الحين تايب، ما نقدر نسوي شيء، نقول له خلاص روح توكل على الله. وش هي؟ خلها لغز.